السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد رسوله. أما بعد، لماذا اخترنا أن تكون هذه الليلة في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة النبي عليه الصلاة والسلام دين نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله يكفر كفر أكبر. لا يؤمن أحدكم، يقول عليه الصلاة والسلام، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طيب، لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال لك قائل لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته، ومحبة عليه الصلاة والسلام دينه يتقرب به لله سبحانه وتعالى، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل مخلوق. لكن لا يمكن أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى مساوية لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كل سبب، كل خير يلحقنا في هذه الدنيا سبب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قام به عليه الصلاة والسلام من تحمل الأذى حتى بلغ لنا هذا الدين، ولما أتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق وغير هذا. طيب، لو قال لك قائل كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ نعم، تجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجب محبة تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق. كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بمحبة السنة، بدراسة السنة، بدراسة السيرة النبوية، بالعمل بها. لابد أن السنة تظهر على الإنسان، يظهر اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الميزان الذي نزن به ما يصنع الناس هو قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، قال فاتبعوني يحببكم الله. وتسمى هذه الآية آية المحنة، آية الامتحان، آية الاختبار، لأن ادعى أناس محبة الله سبحانه وتعالى فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن لابد نتعلم السنة، نتعلم السيرة. وكان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أو علمه أبوه. ينشأ الولد على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، على السيرة النبوية. وكان الصحابة على هذا رضوان الله عليه، منهم قالوا ابن عمر مثلا رضي الله عنهم. لابد أننا ندعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم الناس السنة، نعلم الناس السيرة. لابد أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيرته عليه الصلاة والسلام. لكن الذب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعنه عليه الصلاة والسلام لابد أن تكون على وفق السنة، لا على خلاف السنة. وقد قرأ الإمام، إمامنا جزاه الله خيرا، سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر، يعني أعطيناك الخير الكثير، ومنه النهر في الجنة وغيره والحوض وما إلى ذلك. ف
فصل لربك وانحر، يجعل أعمالك البدنية ومن أعظمها الصلاة، وأعمالك المالية ومن أعظمها الذبح النحر. فصل لربك وانحر، يعني اجعل العبادة كلها لله، سواء كانت عبادة بدنية أو مالية. إن شانئك، أي مبغضك، منتقصك، ذامك، ماذا له؟ قال هو الأبتر، يعني المقطوع له عضو، المقطوع له عضو لا خير فيه ولا ذكر له. دلت هذه الآية بمفهومها أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له أثر ويبقى له ذكر. مات الأئمة الأربعة رحمهم الله وبقي إلى اليوم ذكر هؤلاء، لماذا؟ لأنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية يعني والله لا يمل منها الإنسان، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا تذكرت اليوم عندما دخلنا إلى صلاة المغرب في هذا المسجد، من بنى هذا المسجد؟ بناه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أول ما يتذكر الإنسان أو أول ما يفكر فيه الإنسان عندما ينتقل من بلد إلى بلد آخر، يفكر في ماذا؟ في بيت، يكون له بيت حتى يستقر. أول ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة، بنى أول مسجد في الإسلام، هذا المسجد، مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام، قبل أن يبني له دار عليه الصلاة والسلام. لم تطرأ له الدنيا على بال عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا بنى قصرا، لا، بنى المسجد النبوي، ثم بعد هذا بنى حجرات، حجرة لعائشة رضي الله عنها وحجرة لسودة رضي الله عن أمهات المؤمنين. ولكن الحجرة هذه عندما يصفها البعض يعني أكثر ما يقال فيها أنها متر ونصف في متر ونصف. كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وكانت عائشة رضي الله عنها نائمة، لا يستطيع أن يسجد، لا يوجد مكان حتى ترفع رجليها رضي الله عنها فيستطيع السجود عليه الصلاة والسلام. هذه الحجرة منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاها الله ما تغيرت، جاءت الأموال، جاء مال البحرين، جاء كذا، جاءت الغنائم، ما تغير هذا. إذن لابد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تطرأ له الدنيا على بال عليه الصلاة والسلام، عرف أنه هنا في هذه الدنيا له دور، وهو دخول الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إعلاما بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل الناس في دين الله أفواجا. فمهما يعني يسمع الإنسان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما يدرس السيرة يشتاق ويريد يسمع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أحبه أهل السماوات وأحبه أهل الأرض. كان الرجل من الكفار يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه أحبه، إذا رأى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بالكذب، صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أمور حدثت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم عندنا أهم شيء والله أعلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دلائل النبوة. من الأشياء المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دلائل الأدلة والبراهين على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كثيرة جدا، أدلة
على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة جدا، بل شهد له الأعداء. كان يلقب عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث بالصادق الأمين، حتى أن هرقل سأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن بعض الأسئلة، منها قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. قال: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. بشر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أمور حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا قبل البعثة، فما بالك ببعد البعثة. ثم الآية التي تبقى إلى يوم القيامة، الآية التي بقيت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن معجز، ما استطاع أحد أن يأتي بآية، آية واحدة لا يستطيع. جاء رجل عنده خط جميل، رجل من الكفار، وكان عنده شيء يقال من العقل، فدخل على أمير من أمراء المسلمين، فأعجب به الأمير هذا وقال له: أسلم وأعطيك كذا وكذا من المال. فأبى هذا الكافر، ذهب، وبعد زمن رجع وإذا هو مسلم. فقال له الأمير: ألم تكن صاحبنا بالأمس بكذا؟ قال: نعم. قال: ولما لم تسلم ذاك الوقت والآن أسلمت؟ قال هذا الكافر: أن له خط جميل، وفي القديم كانت الكتب تكتب بخط اليد، هذا ما يعرف اليوم بالمخطوطات. قال: عمدت إلى الإنجيل فنسخت منه 10 نسخ وأدخلتها إلى السوق فاشتروها مني، وعمدت إلى التوراة ونسخت منها 10 نسخ وأدخلتها إلى السوق فاشتروها، وعمدت إلى القرآن فنسخت منه 10 نسخ فأدخلتها على الوراقين. الوراقين من هم؟ أهل المكتبات، يبيعوا في المكتبات، ليسوا بعلماء. قال: فردوها علي فعرفت أن هذا الدين محفوظ فأسلمت. عندما حدثت حادثة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجع عليه الصلاة والسلام وأخبر كفار مكة أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ورجع، كذبوه عليه الصلاة والسلام. ثم ارتد، نسأل الله العافية والسلامة، بعض من أسلم بسبب هذا، فجاء أبي بكر رضي الله عنه الصديق وقالوا: إن صاحبك يزعم أنه في ليلة يذهب ويرجع. قال: وها قال هذا؟ قالوا: نعم. قال: لو قال لصدق. عندنا في شهادة أن محمدا عبده ورسول تقول: أشهد، يعني أقر بقلبي، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي، كما أشهد أن الشمس طالعة لا أشك في طلوعها، أشهد أن لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت عبادة لله وحده لا شريك له، وأشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ومقتضى الشهادة، قال، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، لأنه هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام.
لو تأتي اليوم، يعني بعض النظريات وبعض الأشياء التي يتحدث عبر وسائل التواصل هذه، وقالوا مثلا ها أنه هذا مخالف للعلم الحديث أو لما إلى ذلك، إيش نقول؟ نقول هذا هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، صدقه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم تصديق قولي وتصديق فعلي. كيف؟ تصديق بالقول، أنزل القرآن عليه مصدقا له عليه الصلاة والسلام. مما قرأ الإمام سورة في الركعة الأولى سورة الضحى، توقف الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله. أهل التفسير قالوا إنه من الحكم أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن شهدوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يعالج يعني مشقة شديدة جدا بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي كان هذا الانقطاع. ثم قالوا فيه وعظ للدعاة، الداعية إلى الله يدعو إلى الله ويتحمل المشاق كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. فعندما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتصبب عرقا في الليلة الشديدة البرد الشاتية، يعني أمر صعب. لو واحد من أئلة من رحم الله قال إيش؟ نرتاح قليل من هذا التعب. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا الوحي، يحب القرآن، يحب نزول جبريل عليه السلام بالوحي. بعض الناس اليوم هدانا الله وإياهم، لو تسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والله نسأل العافية والسلامة إلا من رحم الله، حتى لا يعرف شيئا عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عن اسمه. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام. له من العمر قال 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا، هو نبي ورسول. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، صح أو خطأ؟ صح، هذا وهو رسول. وأول ما نزل عليه الصلاة والسلام وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس الآيات الأولى من سورة العلق. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، له عليه الصلاة والسلام الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر الولد يشمل الذكر والأنثى، لكن عندنا في العرف الولد يقول عن الذكر لا. فأولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عليه الصلاة والسلام، 3 ذكور و4 بنات، القاسم، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام، فكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، والثاني إبراهيم، والثالث عبد الله، وعبد الله هذا هو الطيب الطاهر يلقب بهذا. إذن 3 أولاد، القاسم وإبراهيم وعبد الله هو الطيب الطاهر، تمام. ومن النساء فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام،
إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 6 أشهر. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن العلماء اختلفوا في 2، في خديجة وعائشة رضي الله عنهم، أيهما أفضل؟ اختلفوا اختلاف طويل، كما اختلف في بعض المسائل، أيهما أفضل، غني شاكر أو فقير صابر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أراحنا في هذه المسألة وقال أفضلهما أتقاهما عند الله. فأيهما أفضل؟ قالوا خديجة أو عائشة رضي الله عن أمهات المؤمنين. قالوا أن خديجة أول رضي الله عنها في الابتداء، وعائشة أفضل في الانتهاء، لأنها نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضي الله عنها نصرت هذا الدين وفرغت النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم من ماريا. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي تقريبا يقولوا إما 27 أو 29 على اختلاف، يعني أنت تريد تحفظها قل على ليلة القدر، تمام. إحنا نذكر أشياء مختصرة، تمام. لكن قالوا أهم الغزوات 7، مثل الأولاد، أهم الغزوات 7: بدر وأحد والخندق وفتح مكة وخيبر وحنين وتبوك، هذه كم؟ 7، هذه أهم الغزوات. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى جعل الأمور المترتبة على ما حصل في أحد أن هذا كله خير، وجعل فوائد مترتبة مما حدث في أحد. نعم، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما يثير بعض الناس، يقول هذه 27 أو 29 حتى السرايا وحتى ما كان، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات ما وجد في غزوة من الغزوات أنه قتل طفل أو عابد أو راهب أو مريض أو مجنون أو مرأة. وقالوا عدد القتلى في هذه الغزوات كلها يعني يقولوا تقريبا لم يتجاوز 1000. بعضكم يقول لعل هذه كانت في دقيقة مثلا في بعض الحروب العالمية، صحيح. ثم مع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الكفار لمصلحة الكفار، أرسل الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر، تميز عنا أنه يوحى إليه. وفي قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أشرفكم من أفضلكم، عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم، فهو باذل غاية جهدي في جلب المحبوب المستفاد من قوله حريص عليكم، وباذل غاية جهدي في دفع المكروه المستفاد من قوله عزيز عليه ما عنتم. ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا وحذر منه. والله من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بهذا الخلق، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم الوظائف التي وكلت إليه، يعني لو نريد نعد الوظائف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله. أولا كان هو رسول عليه الصلاة والسلام، تمام، يتلقى الوحي من جبريل، ثم يؤدي ما
أوحي إليه يبلغ، هو المعلم، هو المربي، هو المدرس، هو المحفظ للقرآن، هو رئيس الدولة، عد رئيس الأركان، وزير الداخلية، وزير الدفاع، صحيح كان يقوم بشؤونه، والله لو يكل إليك يعني عشر هذه الوظائف لا يمكن تأتي بها. وقام بها عليه الصلاة والسلام أكمل قيام، لنشهد والله نشهد له عليه الصلاة والسلام ولجميع الأنبياء والرسل عليهم أنهم أدوا الأمانة أكمل أداء، ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاد، قاموا بجميع أنواع الجهاد. بارك الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في يوم العيد، عيد الأضحى في حجة الوداع، حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة سمى حجة الوداع، واعتمر أربع مرات كلها في ذو القعدة. في حجة الوداع في يوم العيد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة صلاة الفجر، ثم وقف يدعو حتى أسفر، يعني قربت الشمس من الطلوع، وخطب في الناس، ثم مشى عليه الصلاة والسلام لرمي جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ونحر 63 بدنة بيده، 63 بدنة نحرها بيده، ثم قطعت ووضعت في قدر، وضعت في قدر وطبخت، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. نحر ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، وأيضا خطب في الناس، ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى، وفي رواية قال وصلى الظهر، رجع إلى منى وصلى بها الظهر. يقول انظر الشيخ بن عثيمين رحمه الله كيف بارك الله سبحانه وتعالى لهذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما في وقته. الأحاديث، القرآن، بارك الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قراءة بركة، التداوي بركة، العمل بركة، صحيح؟ أي نعم، تدبر بركة. قرآن قال مبارك ليدبر آياته. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضع الله سبحانه وتعالى فيه البركة. في هذه المدينة هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة، حتى أنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أبعد المواقيت، أبعد المواقيت عن مكة هذا الميقات، ميقات المدينة ذو الحليفة، يسمى اليوم بعضهم يسميه بأبيار علي، هذا أبعد المواقيت. وقال بعض العلماء رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبارك في أعمال هذا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يخرج من حرم المدينة يقع في إحرام الحج والعمرة حتى تكون إيش؟ حسنات أكثر. وقلنا لكم هذا المسجد من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كتب له أجر عمرة، أعمار قليلة في هذه الأمة لكن أجور كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. مما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت معه أمور، ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، مات أبوه قبل أن يولد، ثم بعد أن ولد ماتت الأم، كان في كفالة جده عبد المطلب ثم مات الجد، ثم في كفالة عمه أبو طالب مات العم،
وماتت الزوج الحنون خديجة رضي الله عنها، مات جميع الأولاد إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. أوذي، عودي، كذبوه، رموه عليه الصلاة والسلام بألقاب وقالوا عنه ساحر ومجنون وكذاب وما إلى ذلك، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، تآمروا لقتل عليه الصلاة والسلام. في أول الأمر كان الكفار، ثم بعد هذا عندما هاجر كان اليهود، ثم أهل النفاق والنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان؟ قال العلماء رحمهم الله كلام مختصر، قالوا تصيبه المصيبة، النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه المصيبة لكن لا تؤثر فيه، تصيبه المصيبة لكن لا تؤثر فيه، تصيبه المصيبة. لماذا؟ لأنه بشر، يلحق ما يلحق البشر عليه الصلاة والسلام، شج في أحد وكسرت رباعية عليه الصلاة والسلام، إذن بشر. وقال لفاطمة رضي الله عنها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذن الذي يغني ما هو؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا. ولهذا صرح وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، قال سليني من مالي ما شئت. فإذا صرح هو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، ثم نظر الإنسان فيما وقع فيه خواص الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. فهذه المصائب تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم تصيبه لكن لا تضر، لا تضر، لا تؤثر فيه عليه الصلاة والسلام. بقي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، داعيا إلى التوحيد، محذرا عن الشرك حتى وهو في فراش الموت عليه الصلاة والسلام. ودعا الله، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. لابد أن نتوسط فيه عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تشهد تقول أشهد أن محمدا عبده ثم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يبتدع بعض الناس هدانا الله إياهم وهو يشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ رسول. من الأمور التي أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للأمة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، آنية عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يقف عند الحوض وهناك ملائكة عليهم السلام يبعدون بعض الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالذي يحدث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا يكون في الآخرة الجزاء من جنس العمل، يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يشرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من سنته كان الجزاء من جنس العمل، أنه يشرب شرب لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله من فضله. الصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لا كان، يقول ابن القيم، لا كان ولا رحمه الله، لا كان ولا يكون في الخلق مثلهم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى اختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، منها القرآن ومهيمنا عليه، ناسخ لكل الكتب، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة باقية إلى
يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس. ويقول ابن القيم رحمه الله أن هذه الشريعة، الناظر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها الشاهد والمشهود لها والحجة والمحتج لها والخبر والبرهان، وأنه لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة. لو تنظر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي النظر في الشريعة أن تكفي أن تكون دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأن الأدلة كثيرة لا حصر لها. اختار الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نسب، ينتسب إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أكرم بالخلة. ومن الخطأ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيب الله، هذا فيه تنقص لحق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة أعلى درجات المحبة. نقول فيما نعلم لا نعلم أن الخلة ثبتت لأحد إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام خليل الله. قال فإن الله قد اتخذني خليلا، خلة يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لا يعلم أن أحد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقوم حتى تتفطر قدمه عليه الصلاة والسلام، يخاف من الله، يستغفر الله، يتوب إليه عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الأمور التي أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قال بعض العلماء أن الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. طعن في الله لأن الله اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يختار لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا خيرة القوم. ولو سألت اليهود من خير أصحابكم، ما استطاع أن يقولوا إلا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. ولو سألت النصارى من خير أصحابكم، ما استطاع أن يقولوا إلا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. ولو تسأل بعض الناس اليوم هدانا الله إياهم يسبوا الصحابة رضوان الله عليهم، سب لله، طعن في الله وطعن في دين الله، نقل لنا الدين. ولو كنا نسب الصحابة رضوان الله عليهم نقلهم لنا الدين، إذا معنى هذا نقل لنا الدين من أناس غير ثقة. وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرأة على دين خليلي، وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وطعن في الصحابة هذا أمر واضح من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، أن الله اختارنا أن نكون أتباعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. والله سائلنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يسألك الله هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة، نصح الأمة، بلغ، جاهد في الله حق جهاده؟ تقول نعم. يسألك الله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمت السنة، هل عملت بها، هل دعوت إليها، هل صبرت على العلم والعمل والدعوة. ستسأل في القبر عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عنه عليه الصلاة والسلام. إذن الواجب على الأمة أن تدرس الكتاب والسنة، السيرة النبوية، لكن من المصادر الموثوقة الصحيحة، لا أن نأخذ السنة من بعض هذه المواقع وبعض الأشياء التي تنقل اليوم.
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي أحد. الابتداع في دين النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، من الأمور التي أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أكمل له هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن في الإسلام بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم، يعني كذاب، والله كذاب، لازم نكذب في هذا، فقد زعم أن محمدًا عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. والذي ادعي هذا يكفر كفر أكبر. قال: اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كعب الأحبار، يعني عالم ممتلئ من علماء اليهود، جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: آية في كتابكم نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. يقول: عندكم آية واحدة في القرآن لو نزلت على اليهود جعلنا هذا اليوم عيد كما جعلنا عيد في عاشوراء، أنجى الله في موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. قال: ما هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر رضي الله عنه: قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة، يعني اجتمع عيد عرفة وعيد الجمعة. فهذا الدين كمل، لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول: والله رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاني في المنام وقال صلوا اليوم العشاء 6 ركعات مثلا أو 5 ركعات أو ابتدع أو أصنع. من قال لكم، يعني لهؤلاء أهل الضلال نسأل العافية والسلامة، من قال لهم أن الدين يؤخذ من الرؤى والمنامات والخرافات؟ دين محفوظ حفظه الله سبحانه وتعالى. وكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك من البدع، حتى في مرض الموت كان يحذر غاية التحذير من الشرك عليه الصلاة والسلام. هل هذا كان عبث أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمتي عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم أيلزموا تمسكوا، يعني بكل ما أعطانا الله من قوة، عليكم بسنتي أي بطريقتي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. وحذر عليه الصلاة والسلام، قال: افترقت اليهود وافترقت النصارى، وقالوا: وستفترق أمتي. هذا فيه إخبار وتحذير من افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار. الصحابة رضي الله عليهم من فقههم لم يسألوا عن الفرق الضالة، سألوا عن الفرقة الناجية، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. لكن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ليست كلمة تقال باللسان، يقول أنا من الفرقة الناجية وكذا، لا، لابد هذا يصدق العمل. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يموت لأنه بشر، بعد أن أكمل الله سبحانه وتعالى له هذا الدين وخير الله سبحانه وتعالى فاختار الرفيق الأعلى. فاطمة رضي الله عنها عندما رأت الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا الثراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انقلب الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعض الناس، وهيئ الله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أن الله سبحانه وتعالى جعل أبو بكر رضي الله عنه سببا لحفظ الدين الإسلامي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والله أخواننا، يعني مهما تكلمنا وتحدثنا لا يمل الإنسان أن يسمع سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نصنع؟ نبحث عن الدروس في السيرة لكبار العلماء كالشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ونستمع إلى السيرة من كبار العلماء، نربي الأولاد على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، على اتباع السنة، على أن القدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه المحاضرات. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور هيثم بن محمد سرحان على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، السيرة النبوية مواقف وعبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. ونذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي في محاضرة بعنوان لزوم السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للسداد. ونستأذن شيخنا في عرض سؤال واحد. أحسن الله إليكم. كثرة أولا أنا لست أهل للأسئلة، في مفتي المدينة الشيخ صالح السحيمي في الموضوع، إذا في الموضوع وليس من باب الفتوى. طيب نعم. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة، ما أفضل مصنف في السيرة النبوية؟ عندنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مصنفات كثيرة في السيرة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب له مختصر في السيرة النبوية، الرحيق المختوم للمبارك فوري، زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله، ابن كثير له أيضا مختصر في السيرة. إخواننا، اليوم الذي لا يستطيع أن يقرأ يسمع. بعض الناس اليوم ما يحب القراءة ولا يعرف يقرأ، تستطيع أنك تسمع في كتاب مقروء مسموع، تستطيع أن تنزل دروس السيرة، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان مثلا رحم الله الجميع. فهذه المختصرات يا إخواننا في السيرة
أيضا في بعض المنظومات في السيرة عندنا الألفية 1000 بيت، هذه في السيرة لكنها قد تقول طويلة. طيب في مئية، يعني كم؟ 100 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يعني كل شيء لا تستطيع عليه العلماء يجد لك مخرج، الكتب موجودة، ما تستطيع تقرأ مسموع، ما تستطيع تسمع منظومات منثور كذا، المهم ندرس السيرة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.